المنظمة لسباقات الهجن تعلن وبالتنسيق مع إدارة الثروة الحيوانية عن استمرار إصدار الشهادات الصحية يوميا حتى الساعة 6 مساء طيلة فترة المهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة، وذلك لتسهيل خروج الهجن من المنافذ الحدودية البرية. إذا تعلن اللجنة المنظمة لسباق الهجن بالتنسيق مع إدارة الثروة الحيوانية عن استمرار إصدار الشهادات الصحية يوميا من الصباح وحتى الساعة 6 مساء طيلة فترة المهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة. وأيضا اللجنة المنظمة لسباقات الهجن تتقدم بالشكر لإدارة الثروة الحيوانية ممثلة فيها الدكتور جاسم القحطاني لحسن التعاون مع اللجنة، وذلك من أجل تسهيل عملية خروج المشاركين وتذليل أي صعوبات من المحتمل أن تواجههم. عموما مشاهدينا الكرام، كل الشكر لكل الجهات المساهمة في إنجاح هذا المهرجان. وهكذا ينطلق الشوط 12 للحقائق. للحقائق القعدان والزميل أيضا سعيد بن علي الزرعي هو من سيتابع معكم هذا التحدي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الأعزاء مستمعين الكرام، وانطلقت مشان هذه الكرام انطلاقة جديدة الشوط 12 في مجموعة الأشواط في سباق هذا الصباح، والشوط 12 خاص بالقعدان الحقائق، والمسافة 4 كيلومترات مباشرة إلى مقدمة الشوط اللي استفتح المركز الأول في هذه اللحظات. شعار السيد فيصل بن عايض القرشي في مقدمة الشوط على ظهر الدكتور. ننتقل بالمركز الثاني، شوفوا القدوم على المركز الثاني في هذه اللحظات. وصل شاهين اللي قادم في هذه اللحظات، تعود ملكية شاهين للسيد محمد بن هادي العجمي. ننتقل بالمركز الثالث، نعود إلى المركز الثالث اللي قادم بقوة خذ المركز الثالث، شعار عبد الله بن طويرش الوهيبي على ظهر ازديح انتزع المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع في هذه اللحظات، شعار السيد علي بن مسلم بن دري المنصوري على ظهر شاهين في الوقت الذي نتأخر فيه. وننتقل إلى خامس المراكز، نجد في المركز الخامس رياض خذ المركز الخامس، الملكية تعود للسيد راهد بن مبارك الرحيلة خذ المركز الخامس في هذه اللحظات. مشاهدينا الأعزاء، هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء. ونعود مرة أخرى نصحح اللي انتزع في المركز الخامس في هذه اللحظات بالتصحيح، السيد راشد بن مبارك الرخيلة هذا المركز الخامس. نعود مرة أخرى إلى مقدمة هذا الشوط إلى المركز الأول، إلى اللي في المركز الأول شعار الفلاحي. شعار الفلاحي تعرفنا على الشعار السيد سعيد محسن الفلاحي اللي انتقل إلى مقدمة الشوط على ظهر شاهين، سيطر على المركز الأول سيطرة كاملة وسيطرة فعالة. يا سلام يا سعيد بن محسن الفلاحي، هو من يعلن عن وجود شاهين في هذه اللحظات. ننتقل بالمركز الثاني، نجد في المركز الثاني شاهين السيد محمد بن هادي العجمي خذ المركز الثاني، وعين عند شاهين اللي في مقدمة هذا الشوط. تشاهدون الثنين اللي من فردات انفراد كامل عن بقية المراكز. مشاهدينا الكرام، انتصفنا الطريق. ننتقل بالمركز الثالث، المركز الثالث في هذه اللحظات، الغدوب من قبل اللي قادم ازديح للسيد عبد الله بن طويش الوهيبي خذ المركز ثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، والمركز الرابع في هذه اللحظات هناك غدوب من قبل شاهين للسيد علي بن مسلم بن دري المنصوري خذ المركز الرابع والمركز الخامس. هناك المركز الخامس وصل في هذه اللحظات الدكتور اللي خذ المركز الخامس، تعود ملكية السيد فيصل بن عايض القرشي. هذه نتيجتنا، وخلف الكادر الإعلامي شعارات عديدة وأسماء قوية لم يحين موعد دخولها إلى عالم إذاعة الشوط، ترقبوها في الكيلو المتر الأخير. ونعود مرة أخرى إلى مقدمة الشوط، يا سلام يا الفلاحي شاهين بتصدر قائمة الشوط، يتربع على قائمة هذا الشوط الملكية تعود للسيد سعيد بن محسن الفلاحي ضيفنا من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق. ولكن أشوف اقتراب قوي من قبل شاهين اللي يرفع راية التهديد لمحمد بن هادي العجمي اللي رفع راية التهديد في هذه اللحظات. تشاهدون الصورة اللي الكوكبة الثنائية في موقع واحد.
بعد شاهين وبجوار شاهين ايضا شاهين. ننتقل بالمركز الثالث. الله يا سلام يا البرق، وصل البرق في هذه اللحظات. السيد عبد الله بن طويرش الوهيبي خذ المركز الثالث. ننتقل بالمركز الرابع. المركز الرابع نجد في المركز الرابع رياض، رياض السيد راهد بن مبارك الرخيلة خذ المركز الرابع ورفع راية التهديد. ننتقل بالمركز الخامس، نجد في المركز الخامس شبل للسيد علي بن سالم بالخرس اكتبي خذ المركز الخامس. أول إذاعة للي هو شبل اللي خذ المركز الخامس. يا سلام يا سلام، نعود إلى مقدمة الشوط ونعود عند اللي رقص في اللحظات الأخيرة. شاهين رقص يا محمد بن هادي يا العجمي، يرقص على أرضية ميدانه، يرقص على أرضية ميدانه البرق غادم. يا سلام يا سلام يا البرق، انتزع المركز الاول للسيد عبد الله بن طويرش الوهيبي ضيفنا من سلطنه عمان الشقيقه. واشوف دخول الرخيله، واصل وصلكم الرخيله راشد بن مبارك الرخيله اللي هو رياض، رفع رايه التهديد وانتزع المركز الثاني والمركز الثالث. الشبل قادم للسيد علي بن سالم بالخرس الاكتبي، ولكن خلونا هناك، خلونا عند البرق. يا سلام يا سلام، البرق في المركز الاول، وشوف الشبل، الشبل قادم، البرق ولا الشبل. يا سلام يا سلام يا سلام، التحدي بين بن طويرش وبالخرس، بن طويرش وبالخرس في اللحظات الاخيره. لا زال الشبل، الشبل مشاهدينا السلام، السلام يتجول، يتجول بين اهالي الامارات واهالي السلطنه، ولكن اعتقد ان اقرب للفوز هو البرق في هذه اللحظات. البرق تهانينا والناموس للسيد عبد الله بن طويرش الوهيبي في المركز الثاني، اللي اخذ المركز الثاني شبل للسيد علي بن سالم بالخرس اكتبي. في المركز الثالث سيد راهد بن مبارك الرخيلة اللي هو رياض، وفي المركز الرابع مشاهدينا الاعزاء للسيد عبد الله بن خالد العطية اسم مباشر، وفي المركز الخامس سيد محمد بن هادي العجمي اللي هو شاهين خذ المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى قدمتها لحضراتكم. نعود بعد قليل بالتوقيت الزمني للثلاث المراكز الأولى بقيادة البرج اللي خذ المركز الأول. نقل السلامات لأهالي سلطنة عمان في ولاية بدية، وهذه عادة مشاهدين العزاء شاهدت صراع بين الشبل وبين البرج في اللحظات الأخيرة. استطاع أن ينتزع المركز الأول اللي هو البرج، وقطع المسافة في 6 دقائق 23 ثانية و14 جزء. من الثانية تهانينا للسيد عبد الله بن طويرش الوهيبي. المركز الثاني الشبل للسيد علي بن سالم بالخرس اكتبي، قطع المسافة في 6 دقائق 23 ثانية و22 جزء من الثانية. المركز الثالث لحظات وصول المركز الثالث، بشوف التوقيت الزمني اللي قطع مسافة اللي هو رياض. مشاهدينا الكرام، تهاني والناموس إلى السيد راشد بن مبارك الرخيلة، قطع المسافة في 6 دقائق و27 ثانية و19 جزء من الثانية. تهانينا إلى جميع الفائزين بالمراكز الأولى، حظا أوفر لما حالفهم الحظ، نقول لهم حاولوا مرة أخرى.